قصف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الودوان ب29 صاروخ كاتيوشا، وذلك أثناء محاولتهم الزحف باتجاه العمري في مديرية ذباب محافظة تعز. وأفاد مصدر عسكري بمصرع عشرات الغزاة والمرتزقة وتدمير مدرعتين بعمليات للجيش واللجان في محيط معسكر العمري. إلى ذلك أحبط الجيش واللجان الشعبية محاولة لمرتزقة العدوان للتقدم باتجاه نجد قسيم، وكذلك الزحف نحو المصراخ من جبهة مشرع وحدنان. كما أفشل الجيش واللجان محاولة زحف للمرتزقة باتجاه الجامعة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. في تعز استهدف العدوان السعودي